انا عايزه اتكلم على اللي حصل لحسن في العيد ميلاد. طبعا الحمد لله ان ربنا نجاه وربنا ما يوجع ولا يحرق قلب اي حد على اولاده يا رب. بس انا اللي عايزه اقوله المنظر اللي انا شفته، الاولاد اللي كانوا متجمعين على حسن 4 5 عيال وهو مرميينه في الارض وشايف المنظر صعب وقاعد يعيني يعمل كده ويعمل كده، وهم انا والله العظيم ده حاجه توجع القلب اللي انتوا اللي هم عملوه ده، حاجه توجع القلب. يعني ازاي جات لكم يعني الاسوأ ان انتوا تتلموا على شخص لوحده؟ يعني لو خناق او مجموعه كده مع بعض وكله بيتخانق اهو، مجموعه وكله بيغل مع بعضه، لما يبقى شخص واحد وتتكاتلوا عليه، فيش واحد فيكم قال لا، فيش واحد فيكم قال يا جماعه حرام ده لوحده، كفايه يا جماعه هتموتوه زي ما بنشوف. يعني مفيش خالص، كلكم تكاتلوا عليه وكله بيضرب كله بيضرب، عايزين توصلوه ان هو بعد شر تنهوا حياته. طب وانتوا كمان يعني تستنوا عندها مستقبل اصلا، تضيعوا مستقبلين اهالي قد كده قلبها بيتحرق على اولادها، وفي الاخر ده عشان ايه؟ يعني اصلا الموضوع كان ايه اللي يستحق خناقه حتى لو شدتوا مع بعض؟ هو ده بقى الروشانه، انتوا كده روشين طحن، او ان انتوا تقعدوا تضربوا في شاب بالطريقه دي لحد ما تنهوا حياته؟ مفيش واحد فيكم برجوله قال يا جماعه مفيش، مش رجوله ان احنا نبقى ضد واحد كده لوحده؟ ده حتى معروفه يعني من زمان، ما ينفعش ان مجموعه تتكاتل على واحد وتضربه ما فيهاش رجوله. انا مش عارفه بصراحه اللي حصل ده ايه، واذا كنتوا انتوا شايفين ده روشنه فده ما لهوش علاقه بالروشنه. انا شايفاه اللي يعملوا كده دول الهمجيه البلطجيه مسجلين الخطر، الناس دي اماكنها اصلا في السجون. لكن لو انتوا شايفين ان انتوا كده شعبيه بتقلدوا اماكن شعبيه، لا، الاماكن الشعبيه ارقى من كده بكتير. الاماكن الشعبيه دي راقيين واولاد ناس ومتعلمين وما يطلعش منهم اللي طلع منكم ده، فاللي طلع منكم ده شغل بلطجيه وخناقات عصابات شوارع، ودي مفروض ان هي ما تحصلش. مفروض ان انتوا ناس جايين تحضروا عيد ميلاد وتخرجوا من العيد ميلاد مبسوطين، مش ينتهي العيد ميلاد بكارثه. كل اللي شايفاه ان كان فيه غل وحقد اتجاهه مش طبيعي، وحتى لو كان حصل مشاده بينه وبين حد فما كانتش تستحق ان هي توصل للحته دي. راجعوا نفسكم عشان العمر غالي والروح غاليه والمستقبل غالي، واللي بيحصل ده هيوصلكم لحتت مش حلوه. وإذا كنتوا فاكرين إن ده روشنة فأنا أحب أقول لكم إن ده ملوش أي علاقة بالروشنة، أنتوا زيكم زي مسجلين الخطر والبلطجية والسرسجية، ودي النظرة اللي إحنا شايفينهاكم، والمنظر اللي أنا شفته حوالين بيس والناس ملوم عليه أنا شايفاكم في الحتة دي، محدش شايفكم روشين ولا لزاز ولا أي حاجة تانية.